إذا أردت أن يحفظ الله ذريتك فأنا أوصيك بثلاث وصايا: انشغل ببنائهم هم لا ببناء ثروة لهم، انشغل ببنائهم هم، ادفع فيهم في تعليمهم في تربيتهم في كل شيء يجعلهم يعرفون الطريق الصواب، ليس في ترفيههم ولا في لعبهم، لا انتبه، انشغل في بنائهم وادفع ولا تستقصر، لا تستقصر شيء في بنائهم. الثانية: اجعلهم يحبونك أنت، لا يحبون الذي عندك من مال أو غيره، لا اجعلهم يحبونك أنت، فإن أحبوك أطاعوك. الثالثة: احرص على صمام الأمان، احرص على أمهم، أمهم هذه إذا صرحت أنت لو رحلت بكرة هي ستحميك من بعدك، وأنت غالبا خارج الدار مشغول في دنياك، هي التي عندهم، احرص عليها، اكرمها، حاول أن تطور منها، تطور دينها، تطور أخلاقها، تحاول أن تتناقش دائما معها في كل ما يساعد في إصلاح هذا البيت. ثم تذكر دائما قول الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. اتق الله يصلح الله ذريتك.